في حواره التلفزيوني الأخير بدا زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله جنديا في الحرس الثوري الإيراني أكثر مما هو في جيش الولي الفقيه، فقد بذل جهدا مضاعفا في محاولته تطويع التاريخ وتزييف الكثير من وقائعه ومجرياته، بما يؤدي إلى تطويب قاسم سليماني كأيقونة للمقاومة بوصفه الملهم والمخطط والراعي لها. علي شندب يقول في موقع العربية إن حسن نصر الله يحاول السطو على تاريخ المقاومة العراقية ونسبه إلى سليماني. استغرق نصر الله وقتا طويلا في صناعة صورة خيالية أسطورية لقاسم سليماني، فنسب إليه كل ما يعتبره بطولات من سوريا ولبنان إلى العراق واليمن وصولا إلى فلسطين، وخصوصا حركات المقاومة وفق تعريف نصر الله الذي أظهر بعض هذه الفصائل أشبه ببندقية للإيجار. فقائد فيلق القدس الإيراني دمر الكثير من المدن والعواصم العربية دون أن يطلق رصاصة واحدة باتجاه القدس. إنه التزييف الذي استفز عنفوان وكرامة أهالي غزة فدفعهم إلى تمزيق صورة سليماني وإنزالها والدوس عليها، تماما كما فعل ذلك سابقا شباب الناصرية وبغداد ومحافظات العراق بصور خميني وخامنئي وسليماني، في حين اعتبر نصر الله أن نشر صور سليماني ابتدأ في سياق الحرب على داعش في سوريا والعراق. لكن نصر الله أغفل سهوا أو عمدا أن سليماني وجحافله وميليشيات الحشد الشعبي كانوا يقاتلون في العراق برعاية الأباتشي الأمريكية وفي سوريا برعاية السوخوي الروسية، وأنهم لولا هذه الأباتشي والسوخوي لربما ابتلع داعش العاصمة بغداد وغيرها. وبهذا المعنى يتجحظ التخادم المشترك مع روسيا لأجل المصلحة الإيرانية المتخادمة مع أمريكا منذ احتلال العراق ومع روسيا منذ تدخلها في سوريا. الكاتب يرى أن الأخطر في كلام نصر الله هي محاولته خطف المقاومة العراقية تماما كما اختطف واختزل المقاومة الوطنية اللبنانية وتصويرها أنها مقاومة الفصائل المتأيرنة نفسها، أي الفصائل التي دخلت العراق على متن الدبابات الأمريكية وكانت من أبرز أدوات الاحتلال المزدوج العسكري الأمريكي من جهة والمعنوي الإيراني من جهة أخرى. ثم يعود الكاتب علي شندب ليقول إن الاحتلال المعنوي الإيراني سمح لنصر الله وسلطته السياسية والدينية في تأمين المخارج والفتاوى والتسويغات لكل الخطوط والتيارات العراقية المتأيرنة في هذه التجربة، فإيران دعمت كل المسارات وقالت لجميع هؤلاء اتكلوا على الله ونحن معكم، لأن كل هذه الخطوط كانت ستؤدي إلى نفس الهدف. إذن اتكلوا على الله هي الاستراتيجية الإيرانية في العراق، وهي الاستراتيجية التي تضع كل الشيعة بحسب نصر الله في الجيب الإيراني، وهي الاستراتيجية التي تجمع الرافضين المدنيين للاحتلال الأمريكي مع عملاء الاحتلال الذين دخلوا على متن دباباته إلى العراق، لكنها أبدا لم تفصح عن اسم فصيل واحد كان يقاتل ضد الأمريكيين. ربما فات نصر الله الانتباه إلى أن استراتيجية التكل على الله قد اعتمدها أيضا أبناء البصرة والنجف وكربلاء والسماوة وذقار والديوانية وبابل وجرف الصخر، وبرهنوا أنهم وحدهم المتكلون فعلا على الله وليس على أمريكا ولا غيرها، وقاموا بإحراق قنصليات إيران فضلا عن صور قادتها وكل رموزها بالإضافة لمقرات ومكاتب فصائل المقاومة المتأيرن إياها من منظمة بدر وعصائب أهل الحق وسرايا السلام وحزب الدعوة بأجنحته، في إعلان صريح على رفض الهيمنة والوصاية الإيرانية على العراق. فهل وصل الإفلاس لدى نصر الله إلى درجة تجعله ينكر الجغرافيا ويزور التاريخ ووقائعه الدامغة؟ وهل وصل به الأمر إلى درجة تجعله يقول إن المقاومة العراقية هي من صناعة إيرانية ومن صناعة جنرالها قاسم سليماني؟ الكاتب يتساءل هل إن مسرح عمليات مقاومة نصر الله العراقية كان في الفلوجة وخانضاري والرمادي والرطبة وعانا وراوة والبغدادي وحديثة والقائم، أم في الموصل وكل محافظة نينوى، أم في تكريت وبيجي والدور ومكشيفة وكل محافظة صلاح الدين، أم أنها في المشاهدة والتاجي والأعظمية وحزام بغداد، أم أنها في محافظة ديالى
أم في الفرات الأوسط؟ الكاتب يتساءل عن أي مقاومة عراقية يتحدث حسن نصر الله الذي يريد أن يصادر كل ما فعلته المقاومة العراقية وينسبه لقاسم سليماني بهدف تطويبه قائدا لحركات المقاومة وملهمها ومخططها من جهة وتحقيره لكل من لا يواليها من جهة أخرى. ما أقدم عليه نصر الله من اعتداء على المقاومة العراقية يشكل إهانة لتاريخ العراق ولأهل المقاومة وأبنائها الحقيقيين منذ مقتل ليتشمان على أيدي ثورة العشرين إلى كتائب ثورة العشرين بعد 2003، وليس لأولئك المزيفين الذين أراد نصر الله تنصيبهم على سدة المقاومة بعدما دلفوا إلى العراق على متن دبابات الاحتلال واشتغلوا كمخبرين غير سريين لصالح قوات الاحتلال، وهذا لا ينفي بتاتا وجود عمليات مقاومة لأبناء الشيعة في بعض مدن الجنوب العراقي، إنما هوية أصحاب تلك العمليات عراقية عربية معروفة، وهم أنفسهم اليوم في ثورة تشرين العراقية ممن يتصدون لهيمنة إيران وكوابيسها في العراق وعبره. لقد هرب نصر الله وتهرب من تسمية فصيل واحد بحجة عدم نسيان البقية، والحقيقة أنه لا يوجد فصيل حقيقي واحد يمكن أن يسميه نصر الله، والحقيقة أيضا أنه على فصائل المقاومة العراقية يقع عاتق الرد حتى لا يعتبر صمتها تسليما بمصادرة نصر الله لها. فأثناء تغطيتنا لغزو العراق واحتلاله طيلة عام 2003 ومن ثم متابعتنا الإعلامية اللصيقة لملف العراق لغاية عام 2010، كان يردنا عشرات العمليات وكنا نبثها خلافا لادعاءات نصر الله، وقد حصل امتناعنا عن بث عمليات للمرة الثانية لأنها وردتنا باسم فصيل آخر. الكاتب يشير إلى أنه بعد التدقيق بهذه الفيديوهات اكتشفنا أن بعض فصائل نصر الله العراقية كانت تشتري بعض فيديوهات العمليات من بعض الفصائل وتقوم بلصق شعاراتها وأدبياتها بهدف بثها كعمليات منسوبة إليها. وما زلنا مع مقال علي شندب في موقع العربية، حيث يقول الكاتب إنه بعيدا عن شراء أفلام المقاومة العراقية ومن ثم تغيير أصلها وفصلها وحسبها ونسبها للفصائل الموالية لإيران، لماذا غيب حسن نصر الله قصدا لقاءاته مع المقاومة العراقية الحقيقية ورموزها وقادتها ولم يذكر أسماءهم؟ وهنا نجد أنفسنا مضطرين أن نورد غيظ بعض تلك الأسماء والتواريخ الدالة. في عام 2004 وبطلب وترتيب من الرئيس السوري بشار الأسد، التقى الشيخ حارث الضاري على رأس وفد من هيئة علماء المسلمين نصر الله بحضور وكيله في العراق محمد كوثراني، وكان هدف اللقاء ورسالته من وجهة نظر الضاري أن حزب الله وشيعة لبنان مع المقاومة العراقية وسنة العراق من شأنهم أن يشكلوا نوعا من الوحدة ويمنعوا الفتنة بين الطرفين، لكن هدف نصر الله كان في دفع الضاري إلى زيارة إيران حيث يستقبله قادتها بالسجاد الأحمر، لكن الضاري أبلغ نصر الله بتلبية الزيارة بعد خروج الاحتلال الأمريكي وتحرر العراق من الهيمنة الإيرانية. ثم حصل عدوان تموز 2006، ويومها أصدرت هيئة علماء المسلمين بيانا تضامنيا مع لبنان وحزب الله في مواجهة العدوان الإسرائيلي، لكن قناة المنار وكل إعلامي نصر الله لم يبثوا هذا البيان أو ينشروه، كما أن فصيلين من المقاومة العراقية أهديا عمليتين أسقطوا في الأولى مروحية أمريكية ودمروا في الثانية عجلة هامفي أمريكية لمقاومة حزب الله، لكن قناة المنار وإعلام نصر الله أيضا امتنعوا عن بث العمليتين. إن عدم وجود مشروع عربي حقيقي يواجه المشروع الإيراني في العراق ويتوازن معه في المنطقة سمح لإيران وأذرعها في تزوير التاريخ كما والتغول في بلاد العرب.
يختتم الكاتب بالقول إن ما تقدم يبين زيف ادعاءات نصر الله التي باتت أشبه بسرقة موصوفة يريد ضخها في رصيد قاسم سليماني لجعل صورته أيقونة ربما ينافس بها صورة تشي جيفارا العابرة للتيارات والطوائف والقارات، في حين أن صورة سليماني كما صور سادته وقادته يتعرضون للتمزيق والإحراق والدوس عليها بالنعال من طهران إلى النجف وبغداد والبصرة وذيقار وبالأمس في الموصل وغزة.